أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأكبر لفريق البحرين ميريديا للدراجات الهوائية، مشيرا سموه إلى أن جلالته حفظه الله على متابعة دائمة بمسيرة الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما يعطينا الحافز الكبير لبذل الجهود لمواصلة الترويج لمملكة البحرين وتحقيق الإنجاز. جاء ذلك خلال حضور وتشريف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفل التجمع السنوي لفريق البحرين ميريديا للدراجات الهوائية الذي يقيم وسط حضور رسمي كبير والشركات الراعية للفريق والداعمين، إضافة إلى أعضاء الفريق من الدراجين والفنيين وعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة محليا وعالميا. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالة الملك المفدى واهتمام جلالته الكبير للفريق هو أكبر نجاح تحقق في الفترة الماضية منذ أن تم تنشين الفريق منذ عام، مبينا سموه أن هذا الدعم والمتابعة من جلالته سيثمر دون شك بتحقيق إنجازات عديدة لمملكة البحرين. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن العام الماضي 2017 تحققت فيه العديد من الأهداف التي وضعها الفريق ويأتي في مقدمتها الترويج لمملكة البحرين والتأكيد على أن رياضة الدراجات الهوائية إحدى العلامات الفارقة في المملكة والقادرة على تحقيق التطلعات من خلال المشاركة في العديد من البطولات وتحقيق الإنجازات. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن اسم البحرين تردد في مختلف دول العالم، حيث سيكون العام الحالي أكثر ترويجا للمملكة، وهذا سينصب في مصلحة الاقتصاد البحريني والتنمية الاجتماعية والسياحة البحرينية. وأضاف سموه أن فريق البحرين ميريديا يضم خيرة دراجي العالم الذين يتمتعون بإمكانيات عالية ولديهم قدرات مميزة وهم قادرون على تحقيق الأمجاد في الفترة القادمة، متطلعا سموه إلى أن يكون العام الحالي مليئا بالإنجازات. هذا وقد تم تقديم أبطال الفريق خلال الحفل والتطرق إلى إنجازاتهم خلال المشاركة في البطولات المختلفة، كما تم الإعلان عن برنامج الفريق خلال الفترة القادمة. Let me start with, on behalf of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, he personally told me that he conveys his support, his admiration for this team, and as well as his regards and gratitude to everything has been done, not for the team, not on a personal level, but for the Kingdom of Bahrain. So His Majesty actually supports, follows every single race, and sometimes even he asks me about some races that I don't have the latest update. So I get sometimes nervous when he calls in and I know that today we have a race or a certain stage. So he followed every single race. He always asks about Team Bahrain Merida. He knows every single step of what we're doing, and he really appreciates the effort that was done. But he had to admit something. And he had to tell me that. When I told him first we will find a team called Team Bahrain, a Team Bahrain that will go through the UCI and race, he believed, but he thought that we would be floating around somewhere. He didn't really see that we will achieve this. We will actually start the best team in the world. I consider it the best team in the world. It's up to the others. But honestly, he then, when he saw the team's caliber from management to riders, he had a strong belief. And now, whatever has passed, has passed. We are champions and we know how we think. We look at the future. The past has been great, but the future, I believe, would be better. And we have certain definite great goals for next or this year's season. And I know the riders are looking forward for great successes, for surprises, for better results. And inshallah, we would be there with you as we supported
the team in Giro d'Italia. Hopefully we will be as strong as we are in Tour de France. So this race is big, is real deal. But yet, nothing is impossible. A newly set up team steps up way over its weight and proves itself. But now we are talking the real deal and we will prove to the world nothing is impossible. تجمع رياضي فريد رأسه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف نشر الصورة الرياضية المشرقة وتعزيز الوعي والإدراك الرياضي في مملكة البحرين، إضافة إلى تنشيط السياحة الرياضية والتي من شأنها دمج السياحة في الحياة الصحية وتوسيع دائرة إشراك المجتمع في الأنشطة كافة. طبعا اليوم كان هذا تجمعنا السنوي مع الفريق ومع أعضاء الفريق ومع داعمين الفريق، والله الحمد خلي النتائج على صوب وخلي أهدافنا على صوب من ناحية الأداء الرياضي. أنا أشوف الصورة الأكبر اللي هي فائدة مملكة البحرين من هذا الفريق، أولا تنمية مجتمع واعي لنمط حياة صحية، وإحنا لاحظنا الحمد لله هذا التضخم في المشاركة الرياضية في مملكة البحرين، خروج الناس لأداء الرياضة وبالذات رياضة الدراجات أو غيرها من الرياضات. هذه كان أهم نقطة عندي. ثانيا ترويج مملكة البحرين لدول العالم، خاصة عن طريق فريق دراجات مثل بحرين مريدة، منافس في الطوافات ومثل طواف فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكل السباقات. احنا لنا حضور قوي، وليس بس حضور ومشاركة بل فوز. فأنت تشوفينا على كل القنوات الرياضية والقنوات الأوروبية والعالمية يذكرون اسم البحرين، وهذا الشيء يكفي يجعل الناس توعى مدى عمل واهتمام مملكة البحرين في القطاع الرياضي، وهو أساساً ترويج وعائد كبير لسياحة مملكة البحرين واقتصاد مملكة البحرين. فنحن اليوم في البيت الرياضي نعزز وندعم الاقتصاد الرياضي. فريق بحرين مريدة كان مثالا واضحا على تقدم المملكة في مجال رياضة الدراجات الهوائية وعكس صورة مشرقة عنها في المحافل الدولية وعلى الخارطة العالمية في بطولات العالم، حيث اعتلى دراجي الفريق منصات التتويج في أول موسم. وراح بإذن الله تعالى نكون داعمين لهذا الفريق معنويا، وراح إن شاء الله نشجع إحنا كلنا مع من يمثل البحرين خير تمثيل يضعها في خارطته الصحيحة على مستوى العالم. والله إحنا دعمنا حق فريق البحرين مريدة هو دعم استراتيجي من أول ما أنشئ الفريق، وإحنا رعاة رئيسيين للفريق، وصراحة حسينا بكل الفخر والامتنان للنتائج المميزة اللي حققها الفريق بقيادة سمو الشيخ ناصر، وهذه كليات توجيهات معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد، ونحن مستمرين في دعم فريق مريدة البحرين لسنوات قادمة إن شاء الله. وبعد أن أنهى فريق بحرين مريدة كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة، سيستعد للانطلاق في منافسات كبيرة وشيقة مليئة بالفخر والاعتزاز لحمل اسم مملكة البحرين في المحافل العالمية والسعي لتحقيق الفوز ونشر الرياضة إلى أبعد مدى في المملكة والعالم. هذا ويعتبر فريق بحرين مريدة تمثيلا مشرفا لمملكة البحرين في هذه الرياضة بفريق واحد متحد يركز على الأداء الناجح والكفاءة المهنية العالية ويتجاوز بها كل التحديات الرياضية.